صدق الله العظيم وبلغ مولانا ورسوله المصطفى الكريم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بآثاره اقتفى. مع أخي الكريم الحارث حاج أحمد نرصد لكم انطباعه حول هذه أو حول هذا البرايم الذي سيأتيكم غدا يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا راح يكون البرايم تاعنا أنا وأخي داود، إن شاء الله ربي يوفقنا. الحمد لله جينا هنا باش نديروا تجربة، بس غدوة تكونوا جاهزين إن شاء الله وربي يحفظكم بارك الله فيكم. والآن مع انطباعات الطلبة الآخرين مع المتنافس المتسابق الذي جاءنا من ولاية غردايا أمين حاج أيوب، بارك الله فيه، ما هو انطباعك لهذا البرايم خاصة وأنت ستكون من المتنافسين ومنشطي هذا البرايم؟ إن شاء الله. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخي داود، وأنت إن شاء الله تكون معنا من المتسابقين. ما شاء الله نحن نعيش أجواء التحضيرات للبرايم الثالث بعدما مر علينا برايمان، البرايم الأول والثاني الحمد لله كانوا موفقين متسابقين الذين مروا، ولا إن شاء الله نسأل الله التوفيق والتيسير لنا غدا إن شاء الله في البرايم الثالث. وأنا بدوري أسألك زميلي داود، كيف تحضيرات للبرايم؟ هل أنت مستعد ولا ما زال لست مستعد إن شاء الله؟ حقيقة والله لا أقول لكم يعني ما فيش توتر، ولكن رانا في جو، نحن متواجدون في جو يسوده الابتسامة والضحك والمزاح، فنسأل الله العلي العظيم أن نكون من الموفقين، وأن كما قال زميلي أمين أن تكون تلاواتنا خالصة لوجه الله عز وجل، وأن يكون التنافس لوجه الله عز وجل كما قال في كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والآن مع أخونا نور الدين راهو يدير في التجربات الصوتية كما راكم تسمعوا، روحوا نسمعوا له، بارك الله فيكم. بارك الله فيك أخي نور الدين، ما شاء الله، يعني والله أطربتنا وأثلجت صدورنا. قول لنا انطباعك للبرايم تاع غدا وربي يبارك فيك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتوالى البرايمات وها أنا حان دوري في البرايم الثالث والأخير. والله مزيج ما بين يعني الفرحة وشوية توتر، ولكن الحمد لله إنسان يتخذ الأسباب والتوفيق من عند الله. نتمنى إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق جميع زملائنا، وإن شاء الله يكون هذا التنافس في الخير، هذا في كلام الله. بارك الله فيك أخي نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، ما تسبق من أتمنى إن شاء الله تعالى أن الإقامة تاعكم كانت طيبة بيننا وفي رحاب تاج القرآن الكريم، التقينا إن شاء الله في الخير ونفترق دائما في الخير إن شاء الله تعالى. كل كنا فارسات القرآن الكريم، الفائز من كنا كل كن، حتى كنا ربما لجنة مستقبلا أكيد أنها تختار ثلاثة الأوائل، ولكن على مائدة القرآن الكريم كل كنا فائزون إن شاء الله تعالى. المؤسسة العمومية تلفزيون الجزائري، وبعد ذلك وخامسته القرآن، خامستها هي قناة القرآن الكريم. أعتقد أنه بذلنا جهودا جبارة لإنجاح هذه الطبعة بوجودكم أيضا، وأعتقد أنه حاولنا على قدر المستطاع أننا نرضيكم، وإن شاء الله تكون الإقامة عجبتكم وظروف التنافس أيضا تكون كانت إن شاء الله مليحة. صح، الآن حبيت نسمع منكم، أنا تكلمت حاب نسمع منكم الآن كيفاش كانت، حدثوني على ظروف التنافس، كيفاش كانت ظروف الإقامة عندكم، كيف مثلا التقيتم مع الأساتذة مع الدكاترة اللي درسوكم في علوم القرآن الكريم؟
الحمد لله أن أكرمنا في هذا الشهر الرمضاني، هذا الشهر الرباني، أن جمعنا على مائدة القرآن الكريم وفي معهد تاج القرآن الكريم الذي لطالما كان حلما منذ سنوات، لله الحمد والمنة. صراحة قناة القرآن الكريم لم تبخل علينا بأي مجهود، يعني ناهيك عن المحاضرات التي كنا نحضرها، فوالله في كل محاضرة كنا نعلم بأننا لا نعلم شيئا صراحة. فالشكر الجزيل لكل القائمين على هذه المسابقة الطيبة، الأستاذ الفاضل شكرا جزيلا لكم، الأستاذ طه، الأستاذ حسان، الأستاذ حمزة، الأستاذ ابتسام لا ننساها، الأستاذ صالح مسؤول الصوت، الأستاذ بالعيد المسؤول عن التصوير، وإن شاء الله تكون تلاواتنا في ميزان حسناتنا، نسأله تعالى وأن تبقى صدقات جارية علينا. لي عظيم الشرف أن أتواجد يعني هنا اليوم، واليوم جمعة، في برنامج تاج القرآن الكريم في البرايم الثالث، وكل يعني سعادة وكل شوق يعني لكي أتدبر وأتمعن في آيات الله الكريمات، مبتهلا معكم إن شاء الله. نصيحتي للمقرئين، بما أنني يعني بالمناسبة يعني حضرت البارح البروفا لا بالانس تاع يعني التي هي ما قبل يعني العرض النهائي وما قبل البرايم، لاحظت باللي يعني أصوات جميلة جدا جدا جدا، يعني الجزائر يعني ولادة. لاحظت أيضا يعني تنوع في المقامات من يعني المقرئين والقارئات، يعني هذا ما فاجأني يعني صراحة، حتى يعني أنا كنت داير في بالي باللي يعني راح يفوتوا على البرنامج، برنامج تاج القرآن الكريم وبرنامج حاج الأرواح، يعني أناس يعني كما يقال عنهم أنهم يعني هوات، لكن يعني رأيت الله يبارك يعني الاحتراف، وهذا كله يعود لقناة القرآن الكريم. الحمد لله الذي أوجدنا زمانا ومكانا في شهر القرآن وفي قناة القرآن وفي رحاب أهل القرآن، فالحمد لله الذي وفقنا لمواصلة المسير في هذا الموسم في نظم هذا العقد الفريد وتطريز هذا السند التليد، سند أهل القراءة والتجويد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله،
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كنت اليوم من اللواتي اجتزنا البرايم الثالث من مسابقة تاج القرآن الكريم، راضية جدا عما قدمته بتوفيق من الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وجميع أخياتي. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا. الحمد لله، ونحن الآن نعيش فعاليات البرايم الثالث بعدما مر كل المتنافسون. إن شاء الله مررنا ووفقنا لحد كبير في التلاوة، وحيث قرأنا بمرتبة التدوير، والحمد لله كانت ملاحظات لجنة التحكيم في الصميم. وقلت يا الآن نحدثكم بعد نهاية البرايم الثالث لفرع الذكور. الحمد لله كنا متخوفين من جانب التوتر كامل، لكن توفيق الله حال بين ذلك. الحمد لله كنا موفقين على حسب يعني ما قالوا لجنة التحكيم. أما بخصوص الكلمة اللي قلتها تنغص علي معيشتي، فهذه الكلمة يعني كانت فيها تثبت يعني قوة علاقتي بالوالدة، قوة حرصها علي شحال كانت يعني حريص علي في الجانب القرآن. الوالد كان في الجانب الصوتي، وهي كانت أكثر منه في الجانب الحفظ كامل. الحمد لله الذي شرفتنا إلى هذا المكان المميز المبارك، وفي هذا الشهر المبارك نتمنى لها الفوز بتاج القرآن الكريم. الحمد لله ربي راه وفقه، كان هو الحلم تاعه باش يشارك في هذا تاج القرآن، ان شاء الله ربي يوفقه. الحمد لله هذه تجربه انسان داها، وربي ان شاء الله كاع نشكر هذا ان شاء الله القائم بهذا التاج القرآن هذه، وربي يحفظك. أرى فيه مثل سيدنا يعقوب مع ابنه يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف كان له فضل على ابيه، كذلك أرى الحارث بمقدمه أتى الخير بمقدم أولادي، لقبت بنفسي أم الخير تيمنا بها أولى الأولاد بالحارث وإخواته، هم جنتي وأنا إن شاء الله جنتهم عند الله. كان في الأسبوع الفارض كانوا بعض الطالبات والطلبة اللي كانوا عانوا من وعكات صحية، الحمد لله اليوم شفتهم في أحسن المراتب وكذلك في صحة جيدة. في ثالث برايم أو ما قبل النهائي، بمعنى أننا في النصف النهائي، التنافس على أشده. أعتقد أن لجنة التحكيم ستجد صعوبة كبيرة في إيجاد أو في ترشيح المتنافسين سواء من الإناث أو من الذكور. مولانا المنان بشرى منتجه.